لو جالك عريس كمل زي استاذ عمرو كده وانت عندك بنت وقال لك انا متجوز 3 وطلقت الرابعة وعايز اتجوز بنتك، الشارع الشارع بنتك واحنا الشارع لساني ولسان اي واحد فينا هاجي للاستاذ عمرو هقول له لو بنتك وجالها واحد متزوج هتوافق؟ استاذ عمرو هيقول لي هوافق. انا ممكن اقول لا. ايوه انا بسألك انت تقول ولا لا؟ لا لا ليه؟ كده كده ليه؟ اختيار بنتي، هتقول لا مش هتجوز على ضره. وافق استاذ عمرو، مع عندك السلامه. عندك انتوا عاملين فيكم بقى، عندك احنا بنات؟ كده قاعد مع خمسه، الخمسه عليا. لا مش عندك عليك على بنات؟ فكره، لا 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 لا، عندك على بنات؟ 3 بنات. ماشي. عندك 3 بنات؟ 3 بنات. 3 بنات لو جم حد اتجوز 3 زي حضرتك كده وهي الرابعه هتوافق ويحافظ عليا بمنتهى زي ما انا محافظ على امهاتهم؟ لا 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 بمنتهى الصراحه، وانت مالي حبيبي يعني؟ وانا مالي ازاي؟ ازاي انا مالي؟ هو كان حد هي سألك الست، معلش انتوا بتحاربوا كده، وانت بتتجوز الزوجه التانيه دي الاربعه، ست ولا حد راجل؟ سألك معلش انت هتاخد يا الزوجه بالهم التانيه منهم ولا ست لا؟ ولا راجل؟ هو الراجل جه وانتوا يقول لك بتحاربوا انا الراجل دلوقتي؟ هتجوز انا بنت. عاوز اعرف انتوا لا 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 بتوصلوا ايه احنا الرساله بنحارب، اللي بتوصلوها لا في لا لا جوزتكم؟ احنا بتقولوا بنحارب للناس ايه؟ بتقولوا اساءة ان الموضوع ده حرام؟ لا اساءة، لا احنا امال بتقولوا بنحارب ايه؟ اساءة ما تعملوش استخدام. كده؟ محدش قال الست ان اللي اتجوزت مره واتطلقت تترمي فيه؟ استاذ خلاص ما عمرو، استاذ تتجوز؟ عمرو لا عايز اعرف رأينا استفاد. ايه؟ احنا ليه بنعمل كده؟ علشان نقول لكل بنت بتتفرج علينا ما ما تتجوزيش واحد ينفعش متجوز، تحط نفسها في انها ما تتجوز تتجوزيش واحد 4. متجوز. اقول لك ليه؟ طب هقول لك هتروح ليه؟ فين الست هقول اللي لك ليه؟ اتطلقت؟ لان الست اللي طلقت تتجوز راجل تاني او لو هي موافقه انها احنا تبقى اصلا زوجه جاريه، احنا او عندنا لو هي التسوية وافقت، السكانية اسمح لي بس، في 5 بنات لو وفي هي ولد. وافقت ان لا هي الكلام ده مش حقيقي، تتجوز لا حقيقي في ده بالطريقه دي. مش حقيقي، اوكي ده مش مين حقيقي. قال كده؟ لكن لما استاذ ينفع عمرو تتجوز متطلق، يا سلام ليه؟ ايه هي يعني؟ بتتجوز متطلق المطلقه تتجوز وارمله متطلق ارمى، وتتجوز تتجوز مقرمط متطلق تتجوز ارمى، هو واستاذ الكلام ده عمرو مش حقيقي نهائي، والكثافه السكانيه الكلام ده كله غير حقيقي، وكلموا اي حد في الاحصائيه في طب انا الدوله. عاوز افهم بس، استاذ الزوجه الثانيه عمرو انتوا بتحاربوا الراجل دلوقتي لا وبتقولوا ان الراجل استاذ ده اتجوز عمرو، على لا الست، معلش هل معلش، الست اصل الثانيه احنا دي ما الزوجه بنحاربش الثانيه دي الراجل، ست ولا راجل؟ حتى لا لو ست. بنحاربه في طيب الحته والست دي اللي اتجوزت، مبالغه. الست اللي اتجوزت دي، الست اللي جايه تتجوز، جايه تتجوز على سنه، على سنه الله ورسوله، ولا جايه بتتجوز كده في الحرام؟ حضرتك انتوا ليه بتحبوا لا لا دي الراجل لا دي يمشي غلط انا وما بس لا يتجوزش؟ لا ولا ده ليه ولا تحبي ده جوزك يعني. يمشي غلط وما يمشي غلط يتجوزش؟ ليه؟ ما انا يتجوز فعلا، لا يمشي غلط ثانيه بس، واحده، ثانيه واحده، اتفضلي اتجوز بس ثانيه واحده. اتفضلي. انا مين قال لحضرتك ان انا احب جوزي يمشي غلط؟ هو انا ده هقول له السائد. عليك 1000 بوسه، هديله بوسه كده ايوه واحطه بالسلامه، روح اتجوز اللي انت عايزها، وهتعملي ايه؟ وانا هروح اتجوز ست سيدو حلو قوي، تتجوزي ست سيدو ومش ولا متجوز. مين اللي قال انك انا حره، انا انت ده تقدري اختياري، تعملي ده؟ لا ده اختياري. انت لا كدم وفيدك تقدري تعملي ده؟ اللي احنا هنا بنحاول نقوله ممنوع خلاص، المجتمع المصري يعني رافض رافضا تاما الاحساس ان انت تتعامل مع الست على ان هي جاريه، فيبقى يخش عليها 1 و2 و3 و4 ستات لمجرد ان انت قادر على انك تاكلهم ليه وتشرفهم سميتهم، وتصرف جواب؟ عليهم وتقول لهم لا ايه؟ لا لا ليه انا سميتهم؟ بحبكم وانتوا مين الاربعه قالك زي كده؟ بعض، احنا نضحك على ازاي بعض. انت دخلتي بيتي لا انا بتكلم، قابلتيهم ثواني اتكلمتي حضرتك معاهم؟ بس، انت ثواني حضرتك جبتي حد هو ثواني بس يا دكتور، يعني هو ثواني، جبتي اسره، هم اربع بنات ماشي، متجوزين، وسالتيهم هي انت الحقوق عايشه ازاي؟ والتزامات الاكل والشرب. مين اللي قالك اكل وشرب؟ طب هو مين اللي قال؟ طب حضرتك انت وقتك يكفي لما شغل، ست انت ليه مش تيجي قادر ست تفهم ان هم واربع ممكن ستات يجرحوا مشاعرهم؟ انت ليه مش قادر تفهم ان انا احنا عارفه جينا ان عليهم. انت مش مقصر معاهم، بس انت دخلت في قلب كل واحده وحسيت قد ايه هي حزينه؟ ده السؤال اللي انا عايز اساله لك. مين اللي انت قالك يا انها سيدي مش حزينه؟ بس مقصر معلش، معاهم الست يا الرابعه سيدي اللي ابني الفاضل، متجوز واحد متجوز جرب 3، تسالهم. الست دي هل هي في قلبها دلوقتي انها حزينه ان هي اتجوزت واحد طبعا، وهي طبعا. ردوا عليه، انا اتجوزته ليه؟ استاذ عمرو انا بساله. نعم عشان محتاجه، مين اللي قالك انها ايوه محتاجه؟ انا بقول لما لا تكون لا لا دكتوره وتكون عندها وعندها وعندها وبنت محتاجه، ناس، محتاجه لايه؟ لا ست ايه اللي محتاجه لايه؟ ما فيش ست مين تتقبل اللي ان قال لك؟ يتجوز عليها 3 4 مرات بص وتقولي انها مش احنا محتاجه.